أما بالنسبة لقضية الشتم في رمضان، فالشتم في رمضان لا شك أنه معصية لله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وأرشدنا للعمل في هذه الحالة. وإن سابه أحد ما يسبه، إن شاتمه أحد لا يشاتمه، فليقل إني صائم إني صائم، مرة يذكر بها نفسه إني صائم، مرة يذكر بها خصمه إني صائم. يعني لولا الصيام رددت عليك، لا يعجزني لساني، عندي ردود كثيرة، لكن ما يمسكني عن الرد إلا هذا الصوم، فيصوم لساني كما صام بطني وتصوم الجوارح. ولذلك الشتم في رمضان معصية، هذا البادئ ظالم، ويستحب للمشتوم أن لا يرد ويقول إني صائم، لأن من رد بمثل ما قيل له يكون مقتصا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. ولذلك فإن المسلم يندب له أن يمسك لسانه، لكن لا يحبط هذا اليوم. ما الذي يحبط عمل هذا اليوم؟ مثلا ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فإذا ترك صلاة عصر هذا اليوم مثلا حبط عمل هذا اليوم. الصلاة يا عباد الله، جاء الحيض واغتسلت وصامت ثم نزلت الكدرة، إذا كانت الكدرة بعد الطهر فلا تضر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وبناء عليه فإذا انتهت الدورة ونزل الطهر واغتسلت فإن صيامها يصح ولو نزل عليها كدرة. زكاة 10,000 ريال هي 250 ريال، لأن 1,000 هي 25 ريال، فالعشرة آلاف فيها 250 ريالا، وهذا من رحمة الله. يعني اللي عنده 10,000 يبقى له 9,750 ولا يذهب منه إلا 250، وهي مخلوفة عليه وبركة وطهر له. طيب السؤال عمن صار جنبا وطلع عليه الفجر وهو جنب، ذكرنا سابقا أنه يغتسل ويصلي وصيامه صحيح. نعم تفضل يا أخ عبد الإله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أكرم الخير. أهلا ومرحبا يا شيخ. أنا عندي سؤال بالنسبة لبطاقات التأمين الصحي. أنه موظفين شركات طالبين علينا صك إعالة مع أخرج من المحكمة، على أساس تخرج الوالدين بطاقات العلاج في المستشفيات الخاصة. فأنا عيل أمي وأبوي موظف، يعني مقتدر الحمد لله، بس ما حكم أني أصدر هذا الصك، حلال ولا في مشكلة أو في شيء؟ بس بدي أتأكد. طيب يعطيك العافية دكتور. حياك الله. طيب طبعا هذا التأمين إذا كان تأمينا شرعيا، بمعنى أن الشركة لا تملك المال، تأخذ أمانة وتعوض الناس منه، فالمال للناس وليس للشركة، وهي تأخذ أتعاب إدارية أو تستثمر المال وتأخذ نسبة، لا حرج، هذا التأمين الشرعي، فلا حرج أن تفعل هذا الفعل وتستخرج الصك. أما التأمين التجاري فهو الذي يحذر الإنسان من الاشتراك فيه، فإن أجبر على ذلك فليس عليه إثم لأنه مكره. أيها الإخوة، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. هدى وبينة. هذا البرنامج برعاية سمو، مع النسمو. الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا، فجوال زاد رفيق السرى، فجوال زاد رفيق السرى. الحمد لله، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كنا نتحدث قليلا عن موضوع الزكاة،
وأن الإنسان يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، وأنه يخرجها مؤمنا بوجوبها، معتقدا لذلك، مؤديا طاعة الله، مزكيا نفسه، مطهرا ماله، عابدا لربه، يخرج الشح والبخل من نفسه بإخراج هذا المال. لا، هي زكاة لأنها نماء وزيادة وطهارة وبركة، وفوائدها عظيمة لأنها تقرب العبد من ربه وتضاعف له الأجر، لأن الله قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذين يضاعف الله لهم، يمحو الله بها الخطايا، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وكذلك تمحو الخطيئة. وهذه الزكاة تزيل ما في نفوس الفقراء تجاه الأغنياء، لأن هذه الطبقيات في المجتمع تنشئ أحقادا وحسدا، فلما يعطي الغني يعطي للفقير، فإن ما في نفس الفقير على الغني يزول بهذا الإعطاء، وكذلك فيها مواساة، وكذلك فإن فيها اتصاف المزكي بالكرم، وأنه يدفع حاجة أخيه المسلم، وفيها تقوية للمسلمين ورفع من شأنهم وسد لحاجتهم. فإن الفقر قد يدفع إلى الانحراف والعياذ بالله، وإلى بيع العرض والعياذ بالله. ولذلك فإن إعطاء النساء الفقيرات من الزكاة فيه سد للحاجة عظيم. وكذلك كل امرأة ليس لها ولي ينفق عليها، سواء كنا مطلقات أو غير ذلك، يعطينا من الزكاة أيضا. هذه الزكاة التي فيها ذوق طعم الإيمان، يذوق طعم الإيمان بالزكاة بإخراجها. ولذلك مانعها يعاقب عند الله بماذا؟ يعاقب بأن تكوى بها بهذه الدنانير والدراهم التي ما أخرج زكاتها جنبه وجبينه وظهره، كما أنه لما جاءه السائل أعرض عنه وأعطاه جنبه، ولما ألح عليه ولاه ظهره. وكذلك فإنه لما استمتع بمال يحرم عليه الاستمتاع به كوي هذا الجسد الذي استمتع بمال لا يجوز له الاستمتاع به. هذا مال الله، الأصل أن المال كله مال الله، فإذا فرض علينا في هذا المال هذه النسبة اليسيرة فكيف نبخل بها؟ وهناك ثروات في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي للمسلمين، لو أخرجت زكاتها لم يكد يبقى فقير بين المسلمين، لأن بعض الدراسات تقول أن بعض الأموال في بعض المصارف العربية لا تزكى، الزكاة تخرج بين 10-15% فقط، والباقي لا يخرج، يعني أكثر الأموال لا تخرج زكاتها. ولذلك فلا بد من تقوى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان عظيم، سقط شعره من كثرة سمه، له زبيبتان يعني نقطتان سوداوان فوق العينين أو بجانبي الفم وقيل نابان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه وشدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا نبي الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري. ثم إن منع الزكاة يسبب ضرر عام للمجتمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن منعها يؤدي إلى منع المطر ويؤدي إلى القحط. وكذلك فإن هذه الزكاة على أشياء معلومة، يعني هناك أشياء كثيرة ليس فيها زكاة. فمثلا بيوتك التي للسكنة، سياراتك التي للاستعمال، أثاثك مهما بلغ، كذلك ملابسك، كذلك معدات الورشة، معدات المصنع، آلات الحساب، الديكورات، الثلاجات التي في المحلات، هذه الأشياء لأنها ليست للبيع كلها ما فيها زكاة. ولذلك ف
فإن المسلم يحمد ربه على هذه الأحكام.